تعال نروح للحكومة بشكل عام. الحكومة بتوافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام، وده جاي بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجذام في ظل تطور عظيم وهائل لبروتوكولات مكافحة هذا المرض. احنا كنا حتى وقت قريب او حتى يعني هذا القرار الحقيقة اللي تفضلت الحكومة باتخاذه ومشكورة بالمناسبة، كان عندنا مشكلة كبيرة وكنا الناس بتبقى موجودة طبقا للقوانين المعمول بها في البلاد، انه بيبقى جوه منطقة معينة كنا بنسميها مستعمرة الجذام، اذا كنت حضرتك تعرف هذا الاسم، وفي فيلم اتعمل على القصة دي يعني. طيب ال- 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 القرار الاخير بتاع الحكومة ده متماشي مع ايه؟ متماشي مع التوصيات بتاعت منظمة الصحة العالمية، خصوصا ان مصر اصبحت وفق معدلات الامان العالمية خالية من مرض الجذام، وده اعتبارا من سنة 94، خصوصا انه عمليا عشان برضو تبقى عارف معدل الانتشار عندنا وصل لحالة واحدة تقريبا لكل 10,000 نسمة، معدل الإصابة 0.04% لكل 10,000 نسمة، وده طبقا لإحصاء 2022. معايا على التليفون دكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. يا أهلا أهلا أهلا، منورنا يا دكتورة، وكل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وأنت طيب يا أستاذ يوسف، أهلا بيك. خليك يا دكتور إيناس، عايز أتكلم على قرار الحكومة الأخير ومسألة انخفاض المذهل في الإصابة بالجذام. هو القرار الحكومة ده كان توصية من لجنة الصحة. حلو. في شهر مايو السنة دي 2023. أيوة. اللي حصل كان في لجنة استماع، جلسة استماع اتعملت في اللجنة في مايو بحضور الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عشان نشوف وضع مرضى الجذام بعد ما صدر قرار بإخلاء المستعمرة من النزلاء، علشان هياخدوا الأرض اللي هي اصلا ايام القانون كانت 2400 فدان، هي دلوقتي 262 فدان. كل اللي عليها هي مستشفى كبيره. دور واحد وجنبها حديقه فاكهه، بتطلع الحديقه دي بتصرف على المرضى الموجودين، وعدد المرضى اللي هناك ما يتخطوش ال 400 مع وجود 146 طبيب مع اللي هي الفئات المعاونه كلها. ايوه. فعملنا جلسه استماع، وكانت توصيات اللجنة هي مطالبة الحكومة بإلغاء القانون اللي صدر سنة 46 بشأن مكافحة الجذام، وبعد وده طبعا لأن القانون ده ما عادش ينفع دلوقتي، ما فيش عزل، هنحتاج عزل ليه؟ المرض ده مرض بكتيري بيتم شفائه من أول جرعة للمريض، لا أنا محتاجة عزل ولا محتاجة دخوله حتى مستشفى. كويس جدا. ولا حجز، لأن البروتوكولات الجديدة بتقضي عليه تماما من أول جرعة. كويس قوي. هو في نوع منه معدي ونوع غير معدي. الغير معدي بمجرد تناول الجرعة الأولانية الموضوع بينتهي تماما، النوع الثاني بيحتاج إنه المريض يتعالج حوالي 6 شهور. كويس. ففي كلتا الحالات إحنا مش محتاجين إن إحنا نخلي قانون العزل، وإن المريض يعني انت قلت حتى منظمة الصحة العالمية والتوصيات وكله خلاص بروتوكولات موجودة والمرضى بتتعالج، مش محتاجة للعزل. وبعدين كان لينا اعتراض بإلغاء مسمى مستعمرة، ما ينفعش كلمة مستعمرة. صح. العزل نفسه للمريض أشد من المرض نفسه. أنا بعزله لأن في ناس كانت في المكان ده في المستشفى بقالهم 50 سنة. صحيح. عايشين 50 سنة في المكان ده، فده صعب إنهم يخرجوا منه. تاني حاجة كمان، تالت حاجة، طالبنا بتشكيل لجنة علمية عالية لتحديث بروتوكولات العلاج كل فترة، يبقى في لجنة علمية في مصر للجذام لتحديث البروتوكولات. وطالبنا بقى وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات وتشوف إعانات ووضع للناس اللي موجودة في المستشفى، عددهم تقريبا 500 اللي موجودين من سنين كتيرة، لأن في كمان أهالي أو زويهم بيرفضوا يستقبلون فمين إنهم حياتهم للأسف. مش عايزين يرجعوهم. فدي كانت موقف اللجنة من موضوع الجذام، وإن المستشفى هالمستعمرة أو المكان هيتلغي ويتعمل فيه مستشفى،
يستفيد منها اهالي المنطقه اللي فيها اللي هي ابو ظبي. طب النزلاء نفسهم بتوع المستشفى هنعمل معاهم ايه بالظبط يا دكتور ايناس؟ هل هيتم دمجهم ولا هيحصل ايه، خصوصا زي ما حضرتك قلتي البعض اهله تخلوا عنه اصلا؟ ايوه، ما هم دول بقى هيحتاجهم، يعني ما هوش محتاج اقامه قوي، ممكن التضامن الاجتماعي يساعد المرضى دول اللي مش قادر يرجع لاهله او اللي خد على انه يقعد. نكتفي بدور واحد في عيادات خارجيه هتستمر في علاج المرضى القدام وتستقبل الحالات الجديده، وده كافي جدا، مش محتاجين ان احنا نسيب المبنى ده كله لنوع واحد تابع للامراض الجلديه. لانه الناس اللي اهاليهم خدوا قرار التخلي عنهم، واحنا عندنا مشكله بصراحه في مجتمعنا، يعني بنتعامل مع الناس دول معامله وحشه، ف حاجه مهينه ومسيئه ومؤلمه الى ابعد الحدود. الحقيقة يعني التضامن الاجتماعي بلغني ان وزاره التضامن قامت بحصر النزلاء دول الموجودين وعددهم 530 مريض، وانها بتدرس سبل صرف معاش لمساعدتهم خلال الفترات اللي جايه باذن الله. انا بشكرك يا دكتور ايناس، كل الشكر. دكتور ايناس عبد الحليم، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب.